الذكر يحفظ أولادك في البيت ويحسن تربيتهم ويبعد عنكم الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا أنت مسافر وتذكر الله فالله معك، إذا أنت فاتح دكان وجالس في الدكان وتسبح وتهلل وتذكر الله فالله معك ويؤيدك ويربحك ويحميك ويوفقك. دخلت المسجد وأنت تذكر الله، الله معك. قال: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لو واحد الحالة ويسبح ويهلل ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، واحد جالس عند ناس وقال لا إله إلا الله أو استغفر الله ولا اللهم صل وسلم على رسول الله، ذكرني في ملأ أو حدثهم عن الله، قال لهم مثلا: يا جماعة احرصوا على الصلاة، يا قوم احرصوا على كذا، حدثهم عرفهم بربهم، ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، إلى آخر الحديث. يقول ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس له، وإن ذكر الله خنس، يعني إن ذكر الله تراجع وهرب عنه. قلة الذكر تؤدي إلى قسوة القلب. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا رأيت قلبك قاسي عالجه بالذكر. أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له: يا إمام، أنا فقير ولا عندي مال. قال: عليك بالاستغفار. فأقبل آخر قال: عندي مزرعة وليس فيها قطر ولم ينبت فيها زرع. قال: عليك بالاستغفار. فأقبل إليه ثالث قال: تزوجت ولم يرزق بأولاد. قال: عليك بالاستغفار. فسأله من عنده، قالوا: يعني أنت ما عندك إلا الاستغفار حل لكل المشاكل؟ قال: أما سمعتم قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه يجمعها الله لمن كان كثير الذكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأمر الله تعالى الإنسان أن يبتعد عن الذين لا يذكرون الله. إذا رأيت واحد قليل الذكر أنت مأمور أنك تبتعد عنه. يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يحذر من مصاحبة الذي لا يكثر ذكر الله. شوف، إلى هذه الدرجة رب العالمين يحرص الناس ويدلهم ويحثهم على الإكثار من ذكره. حتى اللي ما يسبح كثير ولا يهلل كثير لا تحرص على مصاحبته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يذكرنا في من عنده يا رب العالمين، وأن يشملنا وإياكم والدينا والديكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه ورزقه وإحسانه يا رب العالمين. وفي الحديث الآخر: ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ناس جاءوا وجلسوا بعد العصر يتحدث بعضهم مع بعض، أو ربما بعد المغرب أو بعد العشاء، واستمر هذا المجلس ساعة وساعتين، أحاديث متنوعة وقصص وسواليف وربما في طرائف وضحك، لكن أعوذ بالله طوال هالمجلس ما واحد منهم هلل أو سبح أو استغفر أو أعطاهم فائدة
أو قرأ عليهم آية لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كأنما عياذا بالله اجتمعوا على جيفة حمار ثم تفرقوا عنها. هذا يدلك على فضل من كان يكثر التسبيح والتهليل على كل أحواله. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: والباقيات الصالحات خير من المال ومن البنين، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الذكر في أكثر الأحاديث، كان يحث أصحابه عليه لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام فضله. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن رجب في اللطائف والمعارف، قال: كان أبو هريرة يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. فقيل له في ذلك: يا أبا هريرة، يعني ما هذا؟ لما؟ فقال: أفتك بها نفسي من النار، أجعلها حجابا بيني وبين النار. الذكر أيها الإخوة الكرام والأخوات له أحكام فقهية، سأقف معكم فيما تبقى من الوقت على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكر. يجوز ذكر الله تعالى على غير طهارة، لا يشترط أنك تسبح وتهلل وتستغفر أنك تذهب تتوضأ، لكن إن كان الإنسان على وضوء فهو أفضل. لكن لا تقول في نفسك: والله إذا لن أسبح وأهلل حتى أتوضأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. لا يسن أن ترفع الأيدي في الأذكار إلا إذا كانت دعاء، يعني واحد بيقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، استغفر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسن أنه يرفع يديه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: استغفر الله، استغفر الله. ما ذكرنا كان يرفع يديه إلا في الدعاء. هذا أيضا من أحكامه الفقهية.